تسارعت الأحداث في العالم، وتعرضنا في زمن قياسي إلى مجموعة من الأحداث والظواهر التي تدفع بالتساؤل: هل ما يحدث هو تخويف من الله للبشر، أم هو إذان باقتراب الساعة ونهاية العالم؟ فقد تعرضت دول الخليج لغزو أسراب كثيفة من الجراد الصحراوي الذي ساعدته الرياح القوية على الانتشار في المناطق البرية والزراعية. ففي الكويت عبر الجراد بالملايين، وفي السعودية هاجمت أسراب من الجراد المحاصيل الزراعية وهددت منتجات المزارعين الذين أطلقوا استغاثاتهم للحفاظ على ما تبقى من محاصيلهم. وللجراد أصناف كثيرة وأنواع متعددة، فبعضه كبير الجثة وبعضه صغيرها، وبعضه أحمر وآخر أصفر وبعضه أبيض. والجراد إذا خرج من بيضه يقال له الدبة، فإذا طلعت أجنحته وكبرت فهو الغوغاء، فإذا بدت فيه الألوان واصفرت الذكور واسودت الإناث سمي جرادا حينئذ. وللجرادة 6 أرجل ويدان في صدرها، وقائمتان في وسطها، ورجلان في مؤخرتها، وطرف رجليها من شاران. وتساءل العديد من الناس: هل قدوم الجراد هو عذاب من الله سبحانه وتعالى لعباده، أم هو جند من جنود الله، أم علامة من علامات الساعة؟ وذكر القرآن الكريم الجراد في موضعين: الأول ورد ذكره فيه كجندي من جنود الله تعالى أرسله الله على العصاة من عباده عقابا لهم، فقال سبحانه وتعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الجراد جند من جنود الله ضعيف الخلقة عجيب التركيب، فيه خلق 7 حيوانات، فإذا رأيت عساكره قد أقبلت أبصرت جندا لا مرد لهم، ولا يحصى منه عدد ولا عدة، فلو جمع الملك خيله ورجاله ودوابه وسلاحه ليصده عن بلاده لما أمكنه ذلك. وهذا من حكمته سبحانه وتعالى أن يسلط الضعيف من خلقه الذي لا مؤنة له على القوي، فينتقم به منه وينزل به ما كان يحذره منه حتى لا يستطيع لذلك ردا ولا صرفا. والموضع الثاني: جاء ذكر الجراد في سياق وصف يوم الحشر وحال الناس حين يخرجون من قبورهم وهم في فزع عظيم وأمر مريج، كأنهم الجراد المنتشر بكل اتجاه. قال سبحانه: خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. كما ظهر الجفاف في كثير من الدول بسبب ندرة الأمطار وتقليل انبعاثات أكسيد الكربون للغلاف الجوي، والذي أدى بدوره إلى هبوط درجة الحرارة على سطح الأرض. وقد يواجه العالم آثارا مدمرة تتراوح ما بين موجات الحر القاتلة والهجرة الجماعية الناجمة عن ارتفاع منسوب البحار. وحسب دراسات وأبحاث حول الأرفف الجليدية في القطب الجنوبي، تم اكتشاف أن أقدم الأرفف تنخفض وتتآكل بشكل دراماتيكي، أي أنه سيختفي في السنوات القليلة القادمة ويتعدى عمره أكثر من 10,000 عام، ومع مرور الوقت أصبح مجرد قطعة رقيقة من الجليد تطفو على سطح الماء، ومن الممكن ذوبانه بشكل كامل في الربع الأول من هذا القرن. وقصة كليم الله معلومة مع العبد العاصي الذي حبس المطر بسببه، فما بالنا بتفشي المعاصي والفجور في عصرنا الحالي والجهر بها. ومن المعلوم أيضا أن جفاف بحيرة طبرية من علامات الساعة، إذن يكون الجفاف غضب من الله سبحانه وتعالى كما قد يكون إذان بقرب الساعة. وقد ورد في الأحاديث النبوية الشريفة أن من علامات الساعة وعلامات يوم القيامة أن يكون المطر قيضا، أي أنه يكون عذابا بدلا من أن يكون خيرا ورحمة. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن نزول مطر من السماء لا تصمد أمامه بيوت الطين والحجر، وإنما تصمد أمامه الخيام المبنية من وبر الإبل. وذلك فيما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطرا لا يكن منه بيوت المدر،
ولا يكن منه إلا بيوت الشعر، وهو ما يطرح سؤالا: هل الأمطار الرعدية والسيول الغزيرة والأعاصير التي ظهرت مؤخرا هي من علامات الساعة؟ فقد ظهرت أعاصير قوية، منها منخفض التنين أو منخفض القرن، وهكذا أطلق خبراء الطقس على المنخفض الذي يتمركز على بعض البلاد ومنها مصر، ويؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الشديدة في الأحوال الجوية على عدة دول، منها مصر، عمان، سوريا، الأردن ولبنان، فلسطين والعراق وتركيا وغيرها، حيث توقع الخبراء أن الرياح ستصل لحد العاصفة، حيث تصل قوتها إلى 100 كيلومتر في الساعة، فضلا عن سقوط أمطار غزيرة رعدية تصل لحد السيول. كما رصد العلماء ظهور مذنب يسمى أطلس، تم اكتشافه حديثا في طريقه نحو الأرض، ويمكن أن يظهر ساطعا مثل الهلال ما لم ينفصل عن حرارة الشمس. والمذنب أطلس قريب من مدار كوكب المريخ في الوقت الحالي، ولكنه يزداد بسرعة حيث يشق طريقه نحو الشمس، وسيقترب من أقرب نقطة لكوكب الأرض في الأشهر المقبلة. وهنا تجدر الإشارة أنه من العلامات المتداولة المقترنة باقتراب ظهور المهدي ظهور نجم مذنب في السماء، يخرج من ناحية المشرق ويقترب من الأرض إلى الدرجة التي يبدو فيه كهيئة القمر في إضاءته ليلة البدر، وله ذنب يرى بوضوح. فإذا انعطف المذنب كاد أن يلتقي رأسه بذنبه كهيئة الطوق. هل هذا هو المذنب المذكور؟ وهل يعتبر من أمارات الساعة؟ كما ظهرت أوبئة وأمراض وقفت البشرية أمامها عاجزة، كوباء كورونا الذي اجتاح معظم الدول العربية والعالمية متخطيا المساحات والحدود، يصل لأكثر من 80% من مساحات الكرة الأرضية، مخلفا آلاف القتلى وعددا ضخما من المصابين بهذا الوباء القاتل، وسط عدم اكتشاف مصل أو دواء مضاد لهذا الفيروس. والكثيرين تساءلوا عن حقيقة انتشار الأوبئة والأمراض كعلامة من علامات الساعة الكبرى، فمما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعه في آخر الزمان انتشار الموت في الناس وكثرة موت الفجأة، وذلك يكون بالزلازل والبراكين والأوبئة والأعاصير والغرق، كما يكون بالحروب والملاحم والفتن. وكخلاصة، فإن الإنسان هو المفسد الأعتى في الأرض، لأن الأصل فيه الظلم والجهل، وأكثر فساد الأرض وموت البشر والحيوان والنبات إنما كان بإفساد الإنسان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة كثرة الهرج وهو القتل، ويصل إلى درجة لا يدري فيها القاتل لما قتل ولا المقتول فيما قتل، وحتى يمر الإنسان بالقبر فيتمنى أن يكون مكان المقبور من شدة ما يرى من القتل، واستباحة الدماء واختلاط الأمر كما جاء في الأحاديث الصحيحة. وهكذا تكون هذه الإشارات الكونية والتغيرات والأحداث مما لم يألفه البشر من قبل، قد تكون كلها تحذيرات إلهية جراء تفشي المعاصي والمجاهرة بها وانتشار الفسق والبعد عن الدين، وقد تكون إشارات تسبق قيام الساعة ودليل على قرب نهاية العالم. لذلك وجب على المسلم تجديد التوبة كل مرة إلى الله سبحانه وتعالى، والالتزام بما أمره به وترك نواهيه، ووجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتذكير بحدود الله والدعوة إلى الله، خاصة مع ما وصلت إليه البشرية من تقدم علمي وقدرة على التواصل بسرعة وعلى نطاق واسع. والله أعلم. أحباب محمد، فضلا لا تنسوا دعمنا بترك إعجاب وتعليق، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديد القناة، والسلام عليكم.